لك بس خبر انه اف سي مصر اعلن نتائج انه العينه بتاعته الحمد لله كلها سلبيه، العينه الثانيه، وده عبر حسابه الرسمي على الموقع. قول لي العينات عندكم اخبارها ايه الاول والدنيا ماشيه ازاي؟ تمام يا كابتن، الحمد لله المسحه الاولانيه الحمد لله كانت كويسه كل الناس، ولكن المسحه الثانيه كان في عندنا لعيب، ولكن شغالين ابتدانا الشغل الفني بقى لنا 4 ايام والامور ماشيه اللعيب ده بشكل محترم. اللعيب ده معزول يا كابتن رضا؟ يا كابتن طبعا والحاله طبعا طبيعيه يعني مش بنطمن. مش لا، خطره؟ الحاله طبيعيه خالص الحمد لله، الامور ماشيه بشكل كويس وبنطمن عليه، والحمد لله يعني قريب جدا هيبقى موجود مع الفرقه ونبدا كويس. نشتغل وندخل على طول في الشغل. احنا اشتغلنا اوريدي يعني، بتكلم عليه هو هيدخل معانا على طول ان شاء الله. اشتغلتوا؟ بدرو موجود ولا مش موجود، ولا انت حضرتك مستر اللي بيدرو بتحط؟ مش موجود، احنا ابتدينا، احنا عملنا اجتماع فني مع مستر بيدرو في على البرامج اللي شغالين بيها الفتره اللي فاتت حتى مع اللعيبه، فعملنا اجتماع فني على الخطوط العريضه اللي هنشتغل عليها الفتره دي لحد هو ما يبقى موجود ان شاء الله الفتره اللي جايه. وابتدينا بحيث ان احنا نكسب وقت، مش عايزين ان احنا نعطل او نستنى، لا احنا خلاص احنا في دوره هيتلعب فلازم نبقى جاهزين في فتره قريبه جدا ونبقى مستعدين بشكل كويس يعني، فقررنا ان احنا نبدا شغل ومستر بدر يكمل معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه. كابتن رضا، لازم اسالك عن يعني رد فعلكم عن يعني عوده الدوري وعوده النشاط، وانتم من الانديه اللي كان موقفكم في البدايه واضح بعوده الدوري العام، وبعدين حصل نوع شويه من القلق، وبعدين رجعتوا تاني كان لا عوده البطوله. الاولاد هم نازلين التمرين كانوا عاملين ازاي؟ انت مشاعرك وانت بتعود للملعب مره اخرى بعد هذه الفتره الطويله من الغياب؟ والله يا كابتن بص، احنا موقفنا واضح من البدايه ان احنا مع عوده الدوري طبعا، ومع كمان ده يعني هي القرار قرار دوله، احنا كمان ده موضوع يعني دي قصه كمان تانية، فاحنا اوريدي موافقين على القرار ده، واحنا حابين ان نبقى موجودين في الملعب. كابتن شوبير شئنا ام ابينا احنا اي لعيب ما فيش حد بيحب ان هو يبقى قاعد في البيت، او احنا اتخلقنا عشان نشتغل واتخلقنا عشان نبقى موجودين في الشغل، فالمجالات كلها شغاله، فانا بطبيعه الحال عايز ابقى موجود وعايز صحيح اشتغل يعني، صحيح. يعني كل حاجه احنا معرضين لكل حاجه، ولكن انا في الاخر اقول ان انا عايز ابقى موجود بشغل، بنشتغل في الملعب، اللعيبه مبسوطه جدا جدا جدا. كابتن شوبير انت عارف، انت كنت لعيب وعارف ان يعني ايه تلبس جزمه كوره وتنزل الملعب، صح يعني صح دي بتبقى متعة، حاله نفسيه دي لحظة طبعا متعة، لحظات طبعا. متعة طبعا. انا مدرب وحاسس بمتعه غير طبيعيه، ان انا مبسوط جدا ان الاداء وفي تمرين وفي شغل وفي تعب وفي حاجات ايجابيه بتحصل، يعني الدنيا لازم تدور في شكل الطبيعي بتاع الكوره، واحنا الحمد لله ابتدينا كده، وانا شايف ان الحاله عندنا الحمد لله الرجاله كلها على قد المسؤوليه، الناس كلها مركزه، التزام عالي جدا جدا من الناس كلها، من الافراد كلها، مهتمين بتفاصيل صغيره، عاملين كراسي منفصله بعيد عن بعض، الادوات، التعقيم، شغالين. احنا هنلعب دوري خلاص، فبنعمل الاحترازات وبيني ونعمل وبينك الواجب يا اللي كابتن علينا رضا، والشغل اللي فرق علينا. فرق كبير بقى بان انت اون لاين وتمرن واجري وانت بتشوف لعيبك في الملعب، بتفرق جدا لا يا كابتن طبعا رضا طبعا. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن، يا كابتن شوبير انا دايما بقول، دايما بقول ان العامل النفسي مهم جدا جدا صحيح جدا، اللعيب صحيح. ما تقدرش تدي له عامل نفسي في برنامج زي ما يبقى في وشي، ان انا في وشي بعرف اتكلم معاه وبعرف اديله اللي انا عايز اقوله بمعنى واضح، غير ان انت تدي تعليمات فنيه في جزء فني، انا بنعمل صحيح جمل تكتيك، ما صحيح ينفعش انا اعمل جمل تكتيك في حاجات في زوم مثلا، ما ما ينفعش، او ينفعش. صحيح برنامج، صحيح. فمهم جدا ان احنا نبقى متواجدين بشكل ايجابي عشان نقدر شغل التكتيك مهم، الشغل النفسي مهم، عامل ان انت تنزل الملعب، احساس الملعب، احساسك بجزمه الكوره والملعب احساس مختلف. عندك اول ماتش ليك هيبقى يوم 15 او 16 اغسطس، شايف ان الفتره الى حد ما مقبوله معقوله؟ كابتن شوبير احنا الموقف احنا مع مستر بيترو، واحنا وافقنا ان احنا لو الدوري مثلا يبدا 1/7 ممكن نلعب 1/8، يعني 4 اسابيع كافيه، كويس. ده اللي احنا سيستمنا عليه، فاحنا بالنسبه لنا كده هيبقى كافي طبعا وزياده كمان، يعني بالنسبه لنا كنادي هيبقى مناسب جدا طبعا. وانا عندي وجهه نظر في الجزئيه دي، يعني في ناس طبعا هتتفق معايا او هتختلف، هي كلها وجهات نظر، ولكن انا بقول طالما نقطه البدايه واحدة، بداية الإعداد وبداية الماتشات واحدة، يبقى مفيش مشكلة، حتى لو احنا دخلنا الدوري الفرق 70% أو 80% على الكل ونيجي بالماتشات يبقى مفيش أزمة إن شاء الله، بدليل إن حتى في الدوري في أوروبا أو الدوريات كلها عملوا تغييرات 5 عشان يحلوا المشكلة دي، لأن اللعيبة لما ده رجعت في صحيح. أوروبا ما رجعتش برضه 100%، رجعت بنسبة أقل، فالنسبة دي
خدوها بالماتشات واحده واحده. فاحنا نعم ما فيش مشكله ان احنا نقدر نعمل ده في الفتره اللي في البدايه يعني ان شاء الله. عايز اسالك عن اكرم توفيق، وخلاص اعلن رسميا ان الاهلي طلب اكرم توفيق، وفي كلام سمعته بيتردد ان احتمال يكون احمد ياسر ريان كمان من العادين، كلام سمعته ما عنديش معلومه مؤكده، لكن بالتاكيد مكملين معاك لنهايه الموسم. هل بدات تعمل حساباتك للمرحله المقبله؟ بص يا كابتن شوبير، يعني في حاجات طبعا تبع الاداره، ولكن طبيعي طبيعي ان هو معايا الدور الثاني كامل، صحيح. هيكمل معايا الدور الثاني، اقدر اتكلم في الجزئيه دي. ما فيش حاجه برضو رسمي غير تقريبا اكرم، هو تقريبا هو اللي رسمي يعني، اللي انا نعم برضو من الحاجات اللي انا يعني اكيد، نعم ولكن ما اقدرش اتكلم لان انت في الفتره اللي جايه اللي ممكن بعد 10 ماتشات السياسه كلها تتغير، صحيح. ممكن اكرم يبقى معانا، ممكن ياسر يكمل، نعم ريان ياسر ريان يبقى معانا. فهي الفكره كلها يا كابتن، انت هنا في الحاله دي ان انت لازم تستنى بعد فتره طويله، بعد 10 ماتشات تقريبا او 11 ماتش، تشوف قرار النادي الاهلي ايه، ومن خلال قرار النادي الاهلي يا اما هجيب يبقى عندي بديل تاني، يا اما هو هيبقى معايا. نعم فما اقدرش اخد قرار او اشغل بالي في حاجه زي دي من دلوقتي. انا نعم دلوقتي انا شاغل دماغي ان انا عندي رجاله عايزه تستعد لبطوله الدوري، بطوله مهمه، عايزين نبقى في مركز كويس، ده الشغل الشاغل في الفتره دي، ولكن حته ان مين هيروح او مين هيجي سابقه لاوانها شويه. السؤال الأخير لحضرتك، حسام غالي هذا الاسم والنجم الكبير جدا، هل معقولة حسام لا يتدخل حتى بيقولش رأيه الفني في التشكيل؟ يعني الناس كلها بتقول لما يكون نجم زي ده لما يتدخل بيبقى أمر طبيعي يعني. طيب يا كابتن، انا هتكلم على الجزئيه اللي كان رضا فيها مدير فني، نعم عشان هي دي كانت التعامل مع حسام فيها مباشر بصفه فنيه. التدخل الفني اللي بيبقى موجود بيبقى تدخل وجهه نظر، نعم مش تدخل يعني تغير مين ما تغيرش مين، تحط مين في تشكيل تعمل ده، ده ما حصلش خالص معايا انا شخصيا، ولا واتوقع ان هو ولا مع اي حد من المديرين الفنيين اللي كانوا قبل كده، لان حسام دايما حته التخصص هو بيحبها جدا، يعني نعم انا مدير فني انت مدير كوره، ده جزء بتاعك ده جزء بتاعنا، التخصصات يا كابتن شوبير في الشغل لما تدخل في بعض بتعمل نعم ازمه، صح. انما الامور لما بتبقى واضحه كجهاز، كل واحد مسؤول عن حاجه معينه في الجهاز، فالامور كلها بتمشي في صالح الفرقه وفي صالح المكان اللي انت فيه. فدي حاجات مهمه جدا، ان انت تشتغل صح لازم كل واحد يبقى ليه دور ودور محدد وما يدخلش في شغل التاني عشان الامور تنجح ويبقى شكلك كويس. كابتن رضا شحاته المدرب العام نادي الجونه، بشكرك شكرا جزيلا، وكل الامنيات لحضرتك بالتوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا على تواجدك معنا.